السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ السنة أولى معكم زميلتكم نهال المجدي في رئاسة ستة. إن شاء الله أشرح لكم محاضرة باراسمباثيك نيرفس سيستم. بداية كده ندعي لزمايلنا اللي توفاهم الله، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم في فسيح جناته، يلحقنا بيهم على خير يا رب. وطبعا ما ننساش إن احنا في ظل أحداث صعبة جدا بتحصل لإخواتنا في فلسطين، الله ينصرهم، الله يحفظهم ويحميهم ويكف سفك دمائهم يا رب. ربنا ينصرهم ويشتت شمل اليهود يا رب وينتقم منهم. متنسوش تدعو لهم في كل وقت عشان هم حرفيا محتاجين دعوتنا. مواضيع محاضرتنا ان شاء الله اللي احنا هنتكلم فيها هي الباراسمباثيك نيرفس سيستم. واحنا زي ما احنا عارفين الباراسمباثيك نيرفس سيستم هو عبارة عن جزء من الجهاز العصبي اللا ارادي اللي هو الاوتونوميك. الاوتونوميك نيرفس سيستم بينقسم ل سمباثيك وبارا سمباثيك. النهارده محاضره البارا سمباثيك، فاحنا في المحاضره دي هنعرف هو البارا سمباثيك بيتكون من ايه، والاورجن بتاعه جاي منين، وبيعمل ريلاي اللي هي الجانجليا بتاعته، الراحه بتاعته ما بين الاورجن اللي رايح يغذيه وما بين السنتر بتاعه فين، وهنعرف ايه وظيفته، وهنعرف مقارنة سريعة ما بين السمباثاتك والبارا سمباثاتك. ده محتوى المحاضرة النهاردة. بيتركب من ايه البارا سمباثاتك، والأورجن بتاعه جاي منين، والريلاي بتاعه، والوظيفة بتاعته، الفانكشن بتاعه، ومقارنة ما بين سمباثاتك وبارا سمباثاتك في آخر المحاضرة. نبدأ بسم الله. البارا سمباثاتك نيرفس سيستم بيتكون من جزئين. جزء جاي الاول، فاكرين لما شرحت لكم محاضره الديفيجن اوف النيرفس سيستم، لما قلت لكم ان الاوتونوميك نيرفس سيستم جاي من كرينيال نيرفس اللي هي واخده رقم 3 و7 و9 و10 لما جمعناهم في 1973. ذا سيم، هم دول الاربعه كرينيال نيرفس اللي جاي منهم البارا سمباثاتك، بيدوا بارا سمباثاتك. تمام، 3 و9 3 و7 و9 و10، تمام، دول الاربعه كرانيال نيرفز. وفاكرين كمان لما قلت لكم ان الاوتونوميك بياخد اول ثوراسيك والابر 3 لامبر والميدل 3 ساكرال، هنا الباراسمباثيك خارج من الميدل 3 ساكرال. تمام، يبقى احنا عندنا اتنين كومبوننت للباراسمباثيك نيرفز سيستم. اول حاجه كرانيال كومبوننت اللي هم الاربعه كرانيال نيرفز رقم 3 و7 و9 و10، وكمان عندنا الساكرال، تمام، اللي هم الميدل 3 ساكرال سيجمنت. اول حاجه هنبدا بيها، هنبدا بالجزء اللي جاي من الكرينيال. الجزء اللي جاي من الكرينيال دوت كرينيال نيرفس خارجه من البرين ستيم. تمام، خارجه منين بالظبط؟ كل كرينيال نيرف هنعرف هو خارج منين من البرين ستيم. نتذكر سريعا ان البرين ستيم كان بيتكون من 3 اجزاء، من برين، وده البونز، ودي المدله اوبلنجات. تمام، الثلاثه كرينيال، الاربعه كرينيال نيرف قلنا الثلاثه اللي هو الاوكيلوموتر نيرف، وقلنا 7 الفيشيال نيرف، وقلنا 9 اللي هو الجلوسوفارينجيال نيرف، و10 الفيجاس نيرف. هنبدأ بأول حاجة الاوكيلوموتر نيرف. الاوكيلوموتر نيرف احنا عارفين ان هما كلهم جايين من البرين ستيم، بس الاوكيلوموتر نيرف جاي من اي جزء في البرين ستيم؟ اول حاجة نعرف ان هو جاي من الميد برين، في نيوكلياس كده او السنتر بتاعه نيوكلياس كده موجودة، لوعة عصبية كده موجودة في الميد برين اسمها ادينجر ويستفال نيوكلياس. تمام، هو في هنا في الميد برين نيوكليوس اسمها ادينجر ويستفال نيوكليوس، خارج منها الاوكيلوموتر نيرف، والاوكيلوموتر نيرف رايح ناحيه الاي. تمام، بس قبل ما يوصل للاي بيعمل ريلاي في جانجليا قلنا ادي الميد برين بونز مضلة اوبلنجاتا، وادي الميدل الادينجر ويستفال نيوكليوس خارج منها النيرف، وبيعمل ريلاي في جانجليا هنا معني بيعمل ريلاي في جانجليا هنا
وبيكمل كاب بوست جانجليونيك نيرف رايح للعين، تمام؟ فالجانجليا اللي بيعمل فيها ريلي، احفظوا اسماء الجانجليا، اسمها سيلاري جانجليا، سيلاري جانجليون، تمام؟ هي دي اللي بيعمل فيها ريلي. زي ما احنا عارفين ان الباراسمباثيتك جزء من الاوتونوميك، ولما شرحنا الاوتونوميك نيرفس سيستم قلنا ان هو بيختلف عن السوماتيك نيرفس سيستم، ان السوماتيك بيروح مباشره على الاورجان بتاعه، لكن الاوتونوميك لا، بيعمل ريلي في جانجليا الاول. فهنا اول حاجه اتكلمنا فيها الاوكيلوموتور نيرف، عرفنا ان السنتر بتاعه جاي من اللي هو الاورجن بتاعه جاي من ادينجر ويستفال نيوكليوس، موجوده في الميد برين، وهي بيخرج منها الاوكيولوموتور نيرف وبيعمل ريلي استراحه كده المحطه بتاعته اسمها سيلاري جانجليون، ومن السيلاري جانجليون بيخرج البوست جانجليونيك فايبر بيروح للاي. طب ايه وظيفته؟ وظيفته ان هو بيعمل الضيق بتاع حدقه العين، تمام؟ بيدي حاجه اسمها شورت سيلاري نيرفس، بيدي فايبرز من نيرفس كده اسمها شورت سيلاري نيرفس، بتروح على شايفين هنا كده، معذرة، دي عضلات كده في الأيرس، دي عضلات كده هي المسؤولة عن اتساع وضيق حلقة العين. فهو مسؤول عن ضيق حلقة العين امتى؟ الحدقة بتاع العين امتى؟ لما بيكون الضوء عالي قوي، بيحصل له الضوء عالي قوي في المكان، فالأوبتيك نيرف اللي هو العصب البصري بيحس الضوء عالي، فيقوم باعت للمخ ويقول له الحق الضوء عالي قوي، مش عايز ادخل كم الضوء دوت على العين. فيقوم المخ مدي امر للاوكيولوموتر يقول له ضيق لي حدقه العين. عن طريق ايه؟ عن طريق الشورت سيلاري نيرف اللي جايه من الاوكيولوموتر نيرف، بتعمل كونتراكشن في الكونستريكتور. كونستريكتور يعني اللي بتضيق بابيلي مصل، كونستريكتور بابيلي مصل، فيقوم حاصل كونستريكشن بيوبل اللي هو عمليه الميوزس، تضييق حدقه العين، اتساعها يعني ميتروزس وضيقها يعني ميوزس. تاني حاجه، تاني وظيفه ليه، بيعمل كونتراكشن للسيلاري ماسل. في حاجه اسمها السيلاري ماسل حوالين، هي اللي شايفين دي، ثواني، دي كده ودي، دي السيلاري ماسل ماسكه فين؟ ماسكه في العدسه بتاع العين. لما بتعمل كونتراكشن بتزود الكونفكس بتاع حدقه العين، فبتساعد انها تكون قويه فتجمع الضوء قريب، تمام؟ هي المسؤوله عن الكونتراكشن بتاع السيلاري ماسل، فبتعمل بتزود الكونفكسيتي بتاعه اللينس العدسه، فبتزود الباور بتاع الرؤيه. دوت بتكون شغاله لما نيجي نقرا حاجه من مسافه قريبه، لان كده المسافه القريبه دي الضوء هيتجمع ورا الريتنا، ورا الشبكيه، لا انا محتاجه ان انا اجمع الضوء قدام الشبكيه، فانا محتاجه قوه اكبر، فانا هزود الكونفكسيتي بتاعه اللينس العدسه. وده هتاخده بالتفصيل باذن الله في الرمد ان شاء الله لما تكبروا شويه. يبقى تاني كده بسرعه، عندنا اول نيرف اوكيلوموتر نيرف جاي من النيوكليس اسمها ادينجر ويستفال نيوكليس، موجوده في الميدبرين، بيخرج الاوكيلوموتر نيرف ويعمل ريلي في حاجه اسمها سيلاري جانجليون، وبعد ما يعمل ريلي بيخرج الفايبرز بتاعته. اول حاجه بيدي برانش اسمه شورت سيلاري نيرف، البرانش ده رايح فين؟ رايح يغذي عضله اسمها كونستريكتور بابيلي ماسل. كونستريكتور بابيلي ماسل دي لما بتعمل كونتراكشن بتعمل كونستريكشن للبيوبل لحركه العين، فمسؤوله عن حاجه اسمها ميوزس اللي هي ضيق حركه العين. تاني اهميه ليها، كمان بيدي برانشز للسيلاري ماسل، البرانشز بتاع السيلاري ماسل دي مسؤوله انها تخلي السيلاري ماسل يحصل فيها كونتراكشن، فبالتالي تزود الكونفكسيتي بتاع العدسه، فبالتالي بتزود الباور للرؤيه، فهي المسؤوله عن ريسبونسبل فور نير فيجن، تمام؟ ده اول حاجه كيلوموتر نيرف. ده كويس سريع كده تنشيط للدماغ طول ما احنا ماشيين في الشرح. بيقول which of the following nerves contain parasympathetic outflow، اي نيرف من النيرفات دي عنده باراسمباثيك، بيدي باراسمباثيك. اوبتيك نيرف، العصب البصري، الفاكتوري نيرف اللي هو بتاع الشم، والسفارينجيال نيرف اللي هو التاسع، ولا الفيستيبيو كوكيولار نيرف اللي هو الثامن. ها احنا قلنا ايه؟ 3 و7 و9 و10 اللي هم متجمعين في 1973، يبقى الجلوسو فارينجيال نيرف. بعد كده اوكيلوموتر نيرف اريزز فروم،
الاوكيولوموتر جاي منين؟ جاي من دينجر ويستفال نيوكليوس الموجودة في الميدبرين. تمام كده. نيجي للنيرف اللي بعد كده، احنا بنتكلم في الكرينيال نيرف، الجزء الكرينيال الاول جاي منين؟ الفيشال نيرف الاورجن بتاعه جاي من نيوكليوس برضو، اسمها سوبيرور سليفري نيوكليوس، موجوده فين؟ في البونز. وبنقول ان هو قبل ما يروح للجانجليا بيدي برانش اسمه كوردات البانوي. فكر ده البناي دوت طالما اذكر ده سنسوري مسؤول عن التذوق. ثواني بص يا شباب، احنا كده ميد برين بونز مضلة ودي في البونز عندنا السوبيريور سليفري نيوكليوس، خارج منها في الشيل نيرف، وقبل ما بيروح الجانجليا بتاعته بيطلع كوردة تمباناي، نيرف اسمه كوردة تمباناي، وبعدين بيعمل ريلي، يعمل ريلي هنا في جانجليا اسمها بيعمل ريلي. الصراحة يا ولاد بيعمل ريلي في 2 جانجليا، يعني ادي جانجليا هنا وادي جانجليا كمان هنا. تمام، جانجليا اسمها سفينوبلاتاين جانجليون، وجانجليا تانية اسمها سب مانديبولار جانجليون، وكل واحدة هتخرج نيرفات هيروح يغذي منطقة معينة. يعني ايه؟ أول حاجة نرجع تاني الأورجن، قلنا جاي من السوبيريور سوبيريور سليفري نيوكليوس، السوبيريور سليفري نيوكليوس موجودة في البونز، بعدين وهو قبل ما يروح للجانجليا بتاعته بيدي برانشز اسمها كورد برانش فايبرز كده نيرف اسمه كوردة تمباناي، وبعدين يروح للجانجليا. الجانجليا عندنا عنده 2 جانجليون بيروح يعمل ريلي فيهم، جانجليون اسمها سفينوبلاتاين جانجليون، وديت السفينوبلاتاين جانجليون بيطلع منها بوست جانجليونيك فايبر بتروح تغذي اللاكريمال جلاند اللي هي الغدة الدمعية والمكوزة بتاع النوز والماوس والفارنكس والبلت اللي هي بتاعت النوز والأورال كافيتي، النوز الماوس والفارنكس والبلت، و كمان جانجليا تانية بيروح فيها اسمها سب مانديبولار جانجليون، والفايبرز بتاعتها بيخرج منها بيروح يغذي سب مانديبولار والسابلينجوال سليفري جلاند الغدد اللي هي اللي بتنتج السلايفا. تمام، السب مانديبولار اللي هي تحت الفك، سابلينجوال يعني تحت اللسان، ودي وكمان بتدي الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانك التلتين اللي قدام في اللسان. يبقى تاني سريعا الموم، هي جايه من السوبيريور سيريفر نيوكليوس، وقبل ما تروح للجانجليون بتاعتها بتدي كوردة تمباناي برانش، و عندها 2 جانجليون بتقف مره بتقف في سفينوبلاتاين جانجليون وتطلع فايبرز راح تغذي اللاكريمال جلاند الدمعية والنوز والماوس والفارنكس والبلت اللي بتغذي الميكوزة بتاعتهم. كمان بتروح كمان الجانجليون التانية اسمها سب مانديبولار جانجليون، والبوست جانجليونيك فايبرز بتاعت راح تغذي السب مانديبولار واللينجو والسب لينجوال سليفري جلاندز، كمان بتغذي الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانك. ده بالنسبة للفيشيال زي ما انتم شايفين اهو، خرج من السوبير سليفري في البونز ورايح هيغذي اللاكريمال، ادي السفينوبلاتاين جانجليون او اسمها تريغوبلاتاين، بتروح تغذي اللاكريمال جلاند وبتدي برانشات تانية بس مش باينة هنا، بتروح للمكوزة بتاع النوز والماوس والبلت والفارنكس وكده. وكمان في سب مانديبولار جانجليون بتروح تغذي السب لينجوال والسب مانديبولار سليفري جلاند، وبتروح تغذي الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج. طيب ايه وظيفتها؟ هنمسك هي راحت تغذي مين؟ هي راحت تغذي اللاكريمال جلاند، فبالتالي اللاكريمال جلاند دي ايه؟ اللي هي الغده الدمعيه، فبالتالي فهي مسؤوله عن السكريشن بتاع التيرز الدموع.
تاني حاجة بتروح فين تاني؟ بتروح للسب مانديبولار والسب لينجوال ساليفري جلاند، الغدد اللعابية الموجودة تحت المندبل وتحت اللسان، فبالتالي هي مسؤولة عن السلايفيشن ترو ساليفري سيكريشن. يعني ايه ترو؟ ترو اللي هو بيكون اللي هو السلايفا او اللعاب بيكون بقى تقيل، مش مجرد المية اللي هي الريق بتاعنا، لا السلايفا تقيلة وحجمها كبير ومليانة ووتر ومفيهاش اورجانيك سبستانس، تمام، اللي هي السلايفا فعلا اللي هتساعد في هضم الطعام. تاني حاجة بتغذي مين تاني؟ قلنا بتغذي الميوكاس جلاند بتاع الماوس والفارنكس والبلد، هي دي المسؤولة عن الترطيب بتاعهم لأنها بتعمل ميوكاس سكريشن، فهي مسؤولة عن الترطيب بتاع الأورال كافيتي والمنطقة دي السكريشن بتاعه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اللاكريمال جلاند بتعمل ايه، والسب مانديبولار والساليفري جلاند واللينجوال ساليفري جلاند اللي هي ما بتغذيهم بتعمل ايه، والميوكاس جلاند الموجوده في النوز والماوس والفارنكس والبلاتي المسؤوله عن الميوكاس سكريشن الترطيب بتاعهم. تاني حاجه بتعمل حاجه اسمها فاز دايلتيشن اوف ذا بلاد فيزل، موجوده في الساليفري جلاند وموجوده في الفلور اوف الماوس والانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج. اي بلاد فيزلز موجوده في السليفري جلاند، الاوعيه الدمويه على السليفري جلاند وعلى الفلور اوف الماوس وعلى الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج، دي بتعمل لهم فازو دايلتيشن. يبقى هي ليها اربع وظايف نقولهم تاني، على اللاكريمال جلاند بتساعد على انها سكريشن للتيرز، على السب مانديبولار وسب لينجوال سليفري جلاند بتعمل سليفري سكريشن، وعلى الميوكاس ميمبرين بتاع الميوكاس جلاند بتاع النوز والماوس والفارنكس والبالت بتعمل ميوكاس سكريشن، وبتعمل فازو دايلتيشن للبلاد فيزل الموجوده على السليفري وعلى السليفري جلانس وعلى الفلور اوف الماوس والانتيرير تو ثيرد اوف ذا تان. قبل ما نروح للجلوس فرينجل هنراجع تاني الفيشل نيرف العصب السابع، قلنا الاورجن بتاعه من سوبر سليفري نيوكليوس، وقبل ما يروح للجانجليون بتاعته قلنا بيدي فايبرز كده اسمها كوردة الباناي نيرف، وكمان بنقول ان هو عنده 2 جانجليون، عنده حاجه اسمها سفينو بلاتين جانجليون اللي هي تريجو بلاتين، بتقول ان هي فروم ده بتدي الفايبرز اللي طالعه من الريلي هنا بتروح لللاكريمال جلاند والمكوزه اوف النوز والماوس والفرانكس والبالت. السب مانديبولار جانجليون دي الجانجليون الثانيه، بنقول ان البوست جانجليونيك فايبرز بتاعتها بتروح تغذي السب مانديبولار والسب لينجوال سيريفري جلاند والانتيريو تو ثيرد اوف ذا تانج، تمام. وقلنا الوظيفة بتاعتها على حسب الحاجة اللي هي راح تغذيها، راح تغذي اللاكريمال جلاند يبقى هتنزل الدموع، راح تغذي السب مانديبولار والسب لينجوال ساليفري جلاند يبقى هي مسؤولة عن اللعاب، راح تغذي الميوكاس ميمبرين بتاع النوز والماوس الفارنكس وكده فهي المسؤولة عن الترطيب بتاعهم والميوكاس سكريشن بتاعهم، وكمان بتروح للانتيريور بتروح للبلاد فيزلز الموجوده في السليفري جلاند والفلور اوف الماوس والانتيريور تو سيرف اوف ذا تانج، فبتعمل لهم فازو دايلتيشن. نيجي بعد كده للعصب التاسع وهو جلوسفارينجيال نيرف. الاورجن بتاع جلوسفارينجيال نيرف احنا قلنا السابع جاي من السوبيريور سليفري نيوكليوس، لا اللي هنا التاسع جاي من الانفيريور سليفري نيوكليوس، فين؟ في البونز برضو. الريلي بتاعه في حاجه اسمها اوتيك جانجليون، تمام، وظيفته فين؟ وظيفته ايه؟ بيروح للباروتيد سليفري جلاند، الفيشة كان بيروح للسب لينجوال والسب مانديبولار، لكن دي هتروح للباروتيد سليفري جلاند. اللي هي الغدة النكافية برضو بيعمل كوزيس ترو سكريشن، واحنا هناك روحنا للانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج، هنا هنروح للبوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج هتعمل فيه فازو دايليتيشن للفيزلز بتاعته، تمام. يبقى سريعا كده، هو سريع الاورجن بتاعه الانفيريور سيريفري جلاند، الجانجليا بتاعته اسمها الاوتيك جانجليون، الفانكشن بتاعه بيروح للباروتيد جلاند بيعمل لها بيخليها سكريشن ترو سلايفيشن، وبيروح للبوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج بيخليه الفيزز بتاعته يحصل فيها فازو دايلتيشن. في مشكله في الجلوسفارينجيال نيرف، كويس سريع كده، بنقول هنا سفينو بلاتين جانجليون جيبس بارس امباساتيك انرفيشن تو سفينو بلاتين جانجليون. سفينو بلاتين جانجليون دي بتاعت الجانجليون بتاع اني نيرف، فيشيال نيرف، مظبوط. طيب بتروح تغذي ايه؟ لاكريمال جلاند ولا السب مانديبولار جلاند ولا السب لينجوال ساليفري جلاند ولا الباروتيك جلاند؟ طب واحده واحده، اللاكريمال جلاند من اللي بيغذيها؟ الفيشيال نيرف، صح. السب مانديبولار برده الفيشيال نيرف، السب لينجوال برضه فيشال نيرف. طب الباروتيت؟ لا الباروتيت كان جلوسفارينجيال،
يبقى البروتيك مش معانا. طب اللاكريمال جلاند كانت جايه من سفينوبلاتين جانجليون، دي او. طب السب مانديبولار جلاند جايه من جايه من السب مانديبولار جانجليون، والسب لينجوال كذلك من السب مانديبولار جانجليون، يبقى الاجابه الصحيحه هي اللاكريمال جلاند. تاني حاجه جلوسوفارينجال نيرف اريزس فروم جلوسوفارينجال سوبيريور سليفري نيوكليوس، انفيريور سليفري نيوكليوس، ولا ادينجر ويستفال نيوكليوس، ولا كوديت نيوكليوس. ركز كده، سوبيريور سليفري نيوكليوس، لا دي بتاع الفيشيا، انفيريور سليفري نيوكليوس صح دي بتاعت الجلوسوفارينجال. طب الادينجر ويستفال نيوكليوس بتاع الاوكليوموتور. طب الكوديت نيوكليوس دي حاجه موجوده في ضمن النيوكليوس اللي هي ليها علاقه بالثلمس وال بس هتاخدوها بعد كده في... هتاخدوها ان شاء الله في الاناسوي. نيجي بقى اللي بعد كده، النيرف الاخير في الكرينيال نيرفس هو الفيجاس او اللي هو النيرف العاشر. ده جاي منين؟ جاي من الاورجن بتاعه، من حاجه اسمها دورزال موتور نيوكليوس اوف ذا فيجاس. دورزال موتور نيوكليوس، دورزال موتور نيوكليوس جايه من المضله اوبلونجات، مضله اوبلونجات. يبقى احنا عندنا الاوكيلوموتر جاي من الميد برين، الفيج الجلوسوفارينجيال و اللهم صل على الجلوسوفارينجيال و احنا قلنا الفيشيال جايين من الميد برين من البونز، اما الفيجاس فهو جاي من المضله اوبلونجات. جاي منين؟ من المضله اوبلونجات، من نيوكليس اسمها دورزال موتور نيوكليس. طيب بيعمل ريلي فين الجانجليون بتاعته؟ اسمها ايه؟ اسمها التيرمينال جانجليا. موجوده في التيرمينال جانجليا، موجوده في الثوركس في الصدر، وموجوده برضو في الابدومين فيزرا، لانه هو هيروح يغذي حاجات في الشيست ثوراسيك كافيتي، وهيروح يغذي حاجات في الابدومين. فبيعمل ريلي هنا وريلي هنا. الريلي بتاعه في جانجليا اسمها ايه؟ اسمها التيرمينال جانجليا. طب ايه وظيفته؟ بيقول ان هو بيمثل 75% من الاول باراسمباثيتك انرفيشن، يعني هو ده مسؤول عن 75% من الباراسمباثيتك انرفيشن، يعني الفيجاس مهم جدا جدا جدا. اول حاجه هنتكلم في الجزء اللي في الثوركس، اول حاجه بيروح للهارت. بيروح للهارت بيعمل ايه؟ بصوا يا شباب، الباراسمباثيتك احنا فاكرين ان احنا بنتكلم فيه جزء من الاوتونوميك نيرفس سيستم اللا ارادي. قلنا الباراسمباثيتك والسمباثيتك، السمباثيتك ده اللي هو بتاع الطوارئ، الباراسمباثيتك لا ده مش الطوارئ، ده العادي يعني المفروض هو اللي واخد الابرتون، هو اللي شغال اصلا في الوضع الطبيعي، فبخلي كل حاجه هاديه، انت مفيش حاجه بتجري وراك، انت مش في حرب. فهو بيعمل ايه؟ بيهدي كل حاجه، بيهدي الحاجات اللي هي اللي هي هتنشطك. زي ايه؟ زي الهارت. بيعمل ايه على الهارت؟ بيعمل انهيبيشن في الكاردياك بروبيرتس، اللي هي ايه؟ بيقلل الكونداكتيفيتي وبيقلل الكونتراكتيليتي والاكسايتابيلتي والريزماتيك بتاع الهارت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقلل الكونداكتيفيتي، يعني اللي هو الاشاره الكهربيه اللي جايه، الإشارة الكهربية اللي جاية بتخلي عضلات القلب تنقبض، والكونتراكتيليتي بتقلل انقباض القلب، الإكسايتابيلتي الإثارة العصبية بتقللها، بتهدي كل حاجة راح على القلب، الريزماتيك اللي هو الانقباض بطريقة ريزم كده اللي هي إيقاع ريجيولار كده ومتساوي، ده الريزماتيك بتاعه، كل ده بتقلله. يعني بالآخر بتعمل انهبيشن لشغل القلب، بتهدي الدنيا خالص، خليك ريلاكس كده. كمان بتعمل حاجة اسمها vasoconstriction of coronary blood vessels، بتقلل كم الدم اللي هيغذي الهارت نفسه. coronary blood vessels دي البلد، دي الفيزلز الأوعية اللي بتدخل الدم للقلب، اللي هي اللي على القلب دي، دي coronary، دي اللي بتغذي التيشوز بتاع الهارت نفسه. فهي بتعملها vasoconstriction لأنها مش محتاجة إن القلب يشتغل بطاقة عالية، تمام؟ يبقى اول حاجه بتشتغل على الهارت، بتعمل انهيبيشن لاول كاردياك بروبيرتس اللي هي الكونتراكتيفيتي والكونتراكتيليتي والاكسايتابيلتي والريزمستي، وكمان بتعمل فازو كونستريكشن للكوروناري بلاد فيسلز، تمام؟ تاني حاجه في الشيست ايه؟ او في الثوراسيك كافيتي هتشتغل على اللنج، هتعمل في اللنج والتراكيه وكده. هتشتغل تعمل ايه؟ هتعمل اول حاجه برونكو كونستريكشن، هي المسؤوله عن الضيق بتاع البرونكس، تمام؟ اللي هي القصيبات الهوائيه وكده، هي المسؤوله عن تضييقها. كمان بتزود انكريز الميوكس سكريشن، هي مسؤوله عن زياده السكريشن بتاع اللي في اللنجز، تمام؟ وبتعمل، ركزوا هنا، بتعمل فازو دايليتيشن اوف البلمونري بلاد فيزلز،
بتعمل فازو دايليتيشن اوف البلمونري بلود فيزلز، لكن هناك كانت بتعمل على الهارت، كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل كونستريكشن للكوروناري، لكن هنا فازو دايليتيشن للبلمونري. يبقى ثلاث حاجات في اللنج، بتعمل برونكو كونستريكشن وانكريز الميوكس سيكريشن، بتعمل فازو دايليتيشن اوف البلمونري بلود فيزلز. احنا كده خلصنا الجزء اللي موجود في السوركس، دي الفيزرا اللي الفيجاس بيغذيها في السوركس. نيجي بقى للفيزرا اللي موجوده في الابدومن. اول حاجه فاكرين في اول المحاضره في النيرف ديفيجن اوف النيرف سيستم لما كنت بعرفكم على الكرينيال نيرفس وقلت لكم الفيجاس مهم جدا 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 عشان شغل الجي اي سي اللي هو الجاسترو انتستاينال تراكت، فهو الجهاز الهضمي كله عندنا معتمد على الفيجاس. اول حاجه الجهاز الهضمي، الفيزرا بتاعتنا عباره عن ايه؟ عن سموث ماسل. طب الفيجاس بيعمل ايه في السموث ماسل بتاع الجهاز الهضمي بقى اللي هي بقى الاسوفيجاس المريء او الاستومك او السمول انتستين والاجزاء بتاع اللارج انتستين؟ بيعمل ايه في الاحشاء الداخليه بتاع الجهاز الهضمي؟ بيعمل لها، بيعمل العضلات بتاعتها اللي هي السموث ماسل بيعمل فيها كونتراكشن للماسل نفسها تنقبض، وريلاكسيشن للسفنكتر، فلكسر اللي هي الفالفز او الصمامات اللي في الاخر. يعني ايه؟ يعني انا عندي الاكل ماشي في المريء، الاكل هنا كده، فهو هيخلي ده يكونتراكت وده يكونتراكت، فيقوم منزل الاكل ويخلي السفنكتر بتاعه الاتصال ما بينه وبين، يعني ده اسمه سفنكتر، يقوم فتحه يعمل له ريلاكس فيفتح، فالاكل ينزل من المريء للمعده وهكذا، من المعده للامعاء وهكذا. فهو بيعمل ايه؟ كونتراكشن للسموث ماسل وريلاكسيشن للسفنكتر. ده اول حاجه. تاني حاجه بيعمل سكريتوري اوف ذا كاستريك جلاند. يعني ايه؟ يعني هو المسؤول عن ان الاتش سي ال والميوكس سكريشن ينزلوا في المعده. ليه؟ عشان يعمل عمليه الهضم. المعده اتش سي ال تساعد ان يحصل ان البيبسين بعد كده البيبسينوجين والحاجات دي تفرز في المعده ويساعد على تطهير الاكل. بعدين هينزل تاني برضو في الامعاء، هيعمل ذا سيم، هيخلي السكريشن بتاع البنكرياس والبيلاري اللي هي البنكرياتيك، الله عز وجل، معذره هنقف بس عشان الاذان. تمام يا شباب، نرجع تاني. احنا كده اتكلمنا ان هو بيعمل كونتراكشن للسموز ماسلز وبيعمل ايه. هو احنا عشان النهارده الجمعه، ف اقامه الجمعه وكده، فاتمنى يعني ان شاء الله الصوت يبقى واصل لكم مني كويس، الله المستعان. طبعا ما ننساش النهارده الجمعه في وقت استجابه الدعاء بعد صلاه العصر واللي هي غروب شمس يوم الجمعه. ما تنسوش تدعوا لاخوانكم في غزه، اهم شيء ادعوا لاخوانكم بكل ما اوتيتم من قدره على الدعاء في كل وقت، ربنا ينجيهم وينصرهم يا رب. نرجع تاني نقول الجاسترو انتستاينال تراكت، الفيجاس في بيعمل على السموث ماسلز، بيعمل كونتراكشن للوول، كونتراكشن للوول وريلاكسيشن للسفنكتر عشان الاكل ينزل. تمام. وكمان بيعمل سكريتوري في الجاستريك. بصوا يا شباب، لما نقول جاستريك احنا بنتكلم على المعده الاستومك. تمام. فبيعمل انكريز الاتش سي ال والميوكس سكريشن. طيب والبلاد فيزلز بيعمل فازودايليتيشن برضه لانه عايزها تشتغل عشان تهضم الاكل، عايز دم يوصل لها. يبقى قولي كده، هي كان الفيجاس بيعمل فازودايليتيشن لايه لحد دلوقتي؟ للجي اي تي بلاد فيزلز والبلمونري فيزلز، انما بيعمل كونستريكشن لايه؟ للكورونري فيزلز بتاع الهارت عشان مش عايز دم كتير يوصل له، عشان عايز يهدي شغله. تمام الجزء ده. نيجي اللي بعد كده على البنكرياس، بيعمل ايه على البنكرياس؟ برضه هيزود السكريشن بتاع البنكرياس، الانزيمز بتاع البنكرياس، وده ليه؟ علشان يهضم الاكل. طب وبعد ما يهضم الاكل، الاكل اتهضم وكده، فهيكون جلوكوز، وبعدين هيقوم مزود السكريشن ستيمولييت الانسولين انه يخرج من البيتا سيل. ليه؟ عشان في جلوكوز، انا اكلت وحرقت وكونت جلوكوز، فانا محتاج ان الجلوكوز دوت يدخل الخلايا، فانا هنتج انسولين. يبقى على مستوى البنكرياس هي سكريت البنكرياتيك انزيمز اللي هتهضم الاكل، اللي هتهضم بقى البروتين والكربوهيدرات والجو ده كله في الامعاء، وهيقوم كمان بعد ما يهضم هيقوم يطلع انسولين عشان يدخل الجلوكوز جوه الخلايا. ده بالنسبه للبنكرياس. يبقى هو في عمل ايه في الجهاز الهضمي في الابدومن؟ اشتغل على السموث ماسل بتاع الجي اي تي، اشتغل على الجاستريك سكريشن وعمل فازودايليتيشن، وكمان على البنكرياس اشتغل عمل سكريشن للبنكرياتيك انزيمز وكمان طلع انسولين. نيجي بعد كده على الليفر، عمل ايه في الليفر؟ اول حاجه ستيمولييت البايل سكريشن، العصاره الصفراويه هو اللي عمل لها خروج من الجول بلادر لانها بتدخل في الهضم،
في هضم الدهون وكده، كونتراكشن في الجول بلادر. طب هو هتخرج ازاي؟ برضه هيعمل كونتراكشن للوول بتاع الجول بلادر وهيفتح السفيركتر اوف اودي، ده اسم السفيركتر او الصمام اللي هيخرج منه العصاره الصفراويه وتنزل في الامعاء، فهو بيساعد على الايفاكويشن بتاع خروج الايه البايل. ده بالنسبه للليفر. كويس سريع يا ولاد. الكويس هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الفيجاس نيرف ريلي ان، ريلي ان ايه؟ سيلاري جانجليون، اوتيك جانجليون، سفينوبلاتاين جانجليون، ام تيرمينال جانجليون. طبعا كالعاده هنقعد نقول كل جانجليون جاي منين. ها يلا ركزوا وراجعوا المعلومات معايا. سيلاري جانجليون دي كانت بتاعت مين؟ سيلاري، سيلاري اول حاجه كيلوموتر. طيب اوتيك جانجليون جلوسوفارينجيال. طب سفينوبلاتاين جانجليون بتاع الفيجاس. طب سفينوبلاتاين جانجليون بتاع الفيشيال سوري. طيب مين اللي جاي؟ الفيشيال كان ليك كام جانجليون؟ اتنين، سفينوبلاتاين ومين التانية؟ سب مانديبولر. تمام، يبقى مفضلش قدامنا غير تيرمينال جانجليون، هي دي بتاع الفيجاس نيرف. تمام. all of the following، السؤال اللي بعد كده، all of the following are vagus nerve function except inhibition of the cardiac properties. كان بيهددني. vasodilation of the blood vessels of the GIT. كان عشان تهدم كده عايز يدخلها دم وتشتغل. contraction of the sphincter of Oddi، بتقفل بتعمل contraction كده، فيدي السفنكتر اوف اودي بتاع الجول بلادر بتاع البايل. لا هي كانت بتعمل contraction للجول بلادر وول وبتعمل ريلاكسيشن للسفريكتر في العصاره الصفراويه البايل يخرج. تاني حاجه سكريشن اوف الانسولين، هي كانت بتعمل سكريشن اوف الانسولين. يبقى الاجابه هنا الاكسبت اللي هنا هو كونتراكشن اوف سفينكتر اوف اودي. تمام. ها اي حد متلخبط؟ ان شاء الله لا، انا طبعا ما فيش تواصل معاكم فباذن الله مش هيكون حد متلخبط. يعني احنا كده اتكلمنا عن الكرينيال نيرفس وخلصناه. يبقى احنا نرجع سريعا كده، الباراسمباثيك ليه جزئين، جزء جاي من الكرانيال نيرفز وجزء جاي من الفيرتبرال كولم او سوري السباينال كورد اللي هو الساكرال سيجمنت اللي هما الميدل 3 ساكرال اللي هما 2 3 و 4. وبعدين اتكلمنا عن كرانيال نيرفز، قلنا هما اربعه كرانيال نيرفز اللي هما متجمعين في 1973، ثلاثه اللي هو اوكيولوموتور، سبعه الفيشيال، تسعه الجلوسفارينجيال، و 10 اللي هو الفيجاس. اتكلمنا عن كل واحد الاورجن بتاعه جاي من انهي نيوكليوس وعمل ريلي في انهي جانجليون والفاكشن بتاعه ايه بالظبط. تمام، انا بس بقول لكم العناوين الرئيسيه كده. تمام، ده كله اتكلمنا فيه. دلوقتي بقى نيجي للجزء الثاني من الكومبوننت الثاني من الباراسمبثاتيك اللي هو ايه؟ الساكرال باراسمبثاتيك اوت فلو، او اسمه تاني بلفيك نيرف لانه بيغذي المنطقه او الاحشاء الموجوده في الحوض. الاورجن بتاعه احنا قلنا هو اوتونوميك، يبقى الاوتونوميك جاي منين؟ فاكرين لما كنا بناخد السباينال كورد وبنقول ان في بوستيريور هورن سيل والانتيريور هورن سيل ولاترال هورن سيل، وقلنا ان البوستيريور دوت بتاخد السنسوري والانتيريور ديت بتاخد السوماتيك اللي هي الحركه الاراديه، اما اللاترال فهي اللي بتاخد الاوتونوميك نيرفس سيستم. شاطرين يا ولاد. اللاترال يبقى هنا الاورجن بتاعه جاي من اللاترال هورن سيلز. جاي منين؟ زي ما انا قلت لكم الميدل 3 ساكرال سيجمنت 2 و3 و4 ده الاورجن. طب الريلي فين؟ هو في ريلي، ريلي زيه زي اي اوتونوميك لازم يكون له ريلي. الريلي بتاعه في حاجه اسمها تيرمينال جانجليا. تيرمينال جانجليا كان مين تاني ليه ريلي في تيرمينال جانجليا؟ سواء واخدينه من 3 دقايق فيجاس. تمام. طب اهميته ايه؟ اهميته على حسب المنطقه اللي هو راح يغذيها. هو احنا في الحوض ايه الاحشاء الموجوده في الحوض مهمه؟ اليوريناري بلادر مثلا، الريكتم، والميل جينيتال اورجن. تمام، تعال نشوف. اول حاجه اليورينري بلادر بيعمل ايه في اليورينري بلادر؟ حطه في دماغك كده، هو ده المسؤول عن الميكتوريشن التبول. طب اي حاجه هتخرج من الجسم زي ما كنا بناخد في الجي اي تي، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل كونتراكشن للماسلز بتاع الول و ريلاكسيشن للسفنكتر عشان يحصل ايفاكويشن. ذا سيم والله، هو ده بيعمل كونتراكشن اوف ذا سموث ماسل اوف ذا وول، relaxation or inhibitory. ما relaxation يعني بي inhibit the contraction of the internal urethral sphincter. هنا السفنكتر هنا اسمه internal urethral sphincter. طب احنا خدنا سفنكتر تاني من شوية كان اسمه ايه؟ سفنكتر اوف اودي كان بتاع ايه؟ الجول بلادر. كان بيخرج ايه؟ بايل، لكن ده هيخرج يورين. تمام، needing to evacuation of the urinary bladder هنا اللي هو
internal urethral sphincter، يبقى ده بيساعد على الميتيوريشن. شطار انتوا هتفهموا على طول الريكتم ديفيكيشن تبرز، فيعمل ايه؟ هيعمل contraction of the smooth muscle of the wall of the distal part of the large intestine، جزء الديستال من اللارج انتستين، ويعمل ريلاكسيشن للانترنال انال اللي هي فتحة الشرج، هيعمل لها ريلاكسيشن، فبالتالي هيعمل ايه؟ هيؤدي الى evacuation of the rectum، هيفضي الريكتم ويحصل defecation تبرز. ده بالنسبة للريكتم. تالت حاجة الميل جينيتال اورجان. الميل جينيتال اورجانز اللي هو مثلا عندنا البينز، البينس هيعمل ايه في البينس؟ هيعمل له اريكشن، انتصاب. ليه؟ لانه هيعمل فازو دايليتيشن للبلاد فيزلز بتاعته، فيجي له اشارات، فهيجي له الدم ويستيميوليشن وبتاع، فيحصل له انتصاب اريكشن. وتاني حاجه هيزود السكريشن بتاع السيمينال فيزيكلز والبروستات عشان تغذي الايه الحيوانات المنويه. يبقى سريعا تاني، هيعمل ماتوريشن في اليورينري بلادر، هيعمل ديفيكيشن الريكتم، وفي الميل جينيتال اورجان هيعمل حاجتين، هيعمل اريكشن للبينس لانه بيعمل فازو دايليتيشن للبلاد فيزلز بتاعته، وكمان هيزود السكريشن للسيمينال فيزيكل والبروستات. كده احنا اتكلمنا عن السكرال. كويس سريع، بلفيك نيرفز اريليز فروم، البلفيك نيرفز جايين منين؟ ميدل 3 سكرال، هم خمسه سكرال، احنا هناخد الميدل منهم اللي هم 2 و3 و4. سي 2 3 4 يعني الاجابه ايه؟ اس اس اي سي دي، سوري يا شباب انا اسفه، دي اس 2 3 4 سكرال. ترو فولس، بلفيك نيرف كوزس ريلاكسيشن اوف الاكسترنال انال سفنكتر، بتعمل ريلاكسيشن للانال سفنكتر. ترو، احنا قلناها هنا. سوري الانترنال، معلش انا اللي اتلخبط، الانترنال انال بيعمل ريلاكسيشن للانترنال انال انر سفنكتر، فبيحصل ال الانترنال يا ولاد عشان احنا مش بنتحكم في الانترنال، تمام؟ انا معذره مني، ان شاء الله طبعا انا اتلخبطت فيها كده، فانتوا هتفتكروها ومش هتنسوها عشان النهايه اللي اتلخبطت فيها. فتروف اور فورس دي بتعمل البلفيك نيرف كوزس ريلاكسيشن اوف الاكسترنال انس فيكتور، لا هي بتعمل في الانترنال لان احنا مش بنتحكم في الانترنال، على ما اذكر احنا بنتحكم في الاكسترنال، تمام. اخر جزء في المحاضره خالص، وهو التفرقه ما بين السمباثيك نيرف سيستم والباراسمباثيك نيرف سيستم. هنفرق بينهم في موضوعين اتنين، الريسبتور بتاعتهم او بمعنى اصح الكيميكال ترانزميشن سواء في بدايتهم ونهايتهم والجوده. يعني ايه اصلا كيميكال ترانزميشن؟ كيميكال ترانزميشن لو انتوا فاكرين من الاحياء وكده، فاكرين حاجه اسمها النواقل الكيميائيه، وهي دي بقى الايه الكيميكال ترانزميشن، النواقل الكيميائيه زي الاستايكولين والادرينالين وهكذا. طيب احنا عندنا النواقل الكيميائيه دي متوزعه برضو في الجسم ما بين الجزء السيمباثيك والباراسيمباثيك، بس احنا عندنا الكوماندا بتاعتهم كلهم هو الاستايلكولين. احنا زي ما احنا عارفين ان السيمباثيك والباراسيمباثيك عباره عن ايه؟ عباره عن بري جانجليونيك فايبر راحت عملت ريلي وخرجت از بوست جانجليونيك فايبر عشان تروح عند الاورجن. انا هتكلم دلوقتي على مين؟ السيمباثيك. فالسمباثيك عندنا البري جانجليونيك فايبر عشان تبعت اشاره للبوست جانجليونيك فايبر، فهي بتخرج حاجه اسمها اسيتايل كولين. يبقى اول حاجه البري جانجليونيك فايبر هيخرج اسيتايل كولين، ولانه بيخرج اسيتايل كولين هيبقى اسمه ايه؟ كولينرجيك فايبر. طيب والبوست جانجليونيك فايبر اللي رايح على الاورجان، لا ده هيخرج لي ادرينالين، نور ادرينالين وادرينالين الجوده، فيبقى اسمه ادرينرجيك فايبر. بس في اكسبشن هنا مهم جدا جدا وبيعشقوه في الام سي كيو، هو بيخرج ادرينالين لكل حاجه هو راح يغذيها السمباثيك، عاده ركزوا معايا سكيليتال ماسل والسكين وكانت اللاكريمال على ما اظن، لاكريمال جلاند
سويت سويت جلاند العرقيه، فاسكلت المسل وسكن وسويت جلاند، دول مش بيجي لهم نور ادرينالين، لا ده بيجي لهم كولينرجيك فايبر، يعني هو بيروح بوست جانجليون بيدي كله نور ادرينالين عدا السويت جلاند بوست جانجليون فايبر اللي راح للسويت جلاند وراح سكلت المسل، لا دول بيدوا الايه بيدوا اللهم صل على النبي بيديها استايل كولين عادي. يبقى سريعا كده ادي الفايبرز اهو، البري جانجليونيك دخل الجانجليا ادى البوست جانجليونيك فايبر رايح للاورجن، فهنا بيدي استايل كولين هيفرز استايل كولين واسمه كولينرجيك، وهنا هيفرز نور ادرينالين واسمه ادرينرجيك، تمام لكل حاجة عدا السويت جلاند والسكيليتال مسل، اتنين اس سويت جلاند سويت جلاند وسكيليتال مسل، تمام. ويبقى دول بيفرز ليهم استايل كولين. نيجي بقى للتاني اللي هو الباراسمباثيك، نفس الشيء البري جانجليونيك في الباراسمباثيك هيدي استايل كولين ويبقى اسمه كولينرجيك فايبر. طب والبوست جانجليونيك، البوست جانجليونيك برضو محترم وهيدي استايل كولين ومش هيلخبطنا ان شاء الله، واسمه برضو كولينرجيك فايبر. يبقى مين اللي بيدي نور ادرينالين؟ اللي بيدي نور ادرينالين البوست جانجليونيك فايبر بتاع السمباثيك لكله عدا اتنين سويت جلاند وسكيليتال مسل، افتكرهم كلهم بحرف الاس، لا مش السكيلتال مسل نفسها، وما السكيلتال مسل دي اراديه، السكيلتال مسل بلاد فيزنز، البلاد فيزنز اللي بتغذي السكيلتال مسل، تمام، لان السكيلتال مسل احنا فاكرين ان هي سوماتيك، فهي بتغذي بلاد فيزنز بتاع السكيلتال مسل، يبقى السويت جلاند والسكيلتال مسل بلاد فيزنز. طب احنا كده اتكلمنا عن الفايبرز النيورو ترانسميشن اللي ايه اللي بيخرج منها. طب الريسبتور، في الريسبتور دي فين؟ اول حاجه نعرف فين، الريسبتورز دي يا اولاد بتبقى مثلا بيقول لك اول حاجه المستقبلات، يعني عند الاند في ريسبتور هنا اللي عند الجنجليا دي، عند الاند بتاع البري جانجليونيك فايبر، والريسبتور بتتقسم لنوعين، في منها كولينرجيك ريسبتور ونيكوتينيك ريسبتور، وخلي بالكوا الاثنين بيفرز فيهم ايه استايل كولين، استايل كولين هو شغال، فبنقول ان هي نوع كولينرجيك ونوع نيكوتينيك، فين في البري جانجليونيك سواء سمباثيك او برا سمباثيك، تمام. وبتقسموا نوعين كولينرجيك ونيكوتينيك. طيب في ريسبتور تاني، في ريسبتور تاني ريسبتور بوست جانجليونيك ات الاند اوف ذا اللي هي قبل الاورجان، يعني خلاص البوست جانجليونيك خرج، بوست جانجليونيك فايبر خرج من الجانجليون ورايح على الاورجان، عند الاورجان كده في ريسبتور، لو احنا سمباثيك فالريسبتور اسمها ادرينرجيك ريسبتور، زي ايه بوست جانجليونيك على طول ترانزميشن نيورو كيميكال ترانزميشن، مش كان بيطلع نور ادرينالين وكان اسمه ادرينرجيك فايبر، هنا ادرينرجيك ريسبتور عدا فين برضو الاس سويت جلاند والسكيلتال ماسل بلاد فيزل، ونوع الريسبتور هنا في البوست جانجليونيك اما كولينرجيك وبدل ما كانت هناك نيكوتينيك لا هنقول هنا ماسكارينيك، تمام. والباراسمباثيك برضو نفس القصه ات ذا اند اوف البوست جانجليونيك، طيب نوعه ايه، اما كولينرجيك او ماسكارينيك، تمام. كل اللي انا عايزاه اعرفه لكم ان هنا اسمه ادرينرجيك ريسبتور اللي هو مين السمباثيك نيرفس سيستم، في الريسبتور البوست جانجليون اللي عند الاورجان اسمها ادرينرجيك ريسبتور، عدا مين عدا السويت جلاند والسكيلتال ماسل بلاد فيزلز اسمها كولينرجيك ريسبتور، اما الباراسمباثيك فهو سواء بري جانجليونيك او بوست جانجليونيك فهو بيدي ايه بالكيميكال ترانزميشن بتاعه اسمه استايل كولين، والبري جانجليونيك ريسبتور اسمها كولينرجيك او نيكوتينيك، والبوست جانجليونيك ريسبتور بتاعته اسمها كولينرجيك او ماسكارينيك، تمام تمام بإذن الله. كويز تاني وده آخر كويز معانا، سمباثيك ريسبتور ات سويت جلاند ار كولينرجيك، كولينرجيك نيكوتينيك، كولينرجيك ماسكرينيك، ولا ادرينرجيك، ولا نوت اول اوف ذا ابوف. خلينا متفقين ان هي مش ادرينرجيك، هي مش ادرينرجيك. تاني حاجه هي بتفرز كولاين استريت عايزه بنيو كيميكال ترانسميشن فهي كولينرجيك، بس يا ترى هل هي كولينرجيك نيكوتينيك ولا كولينرجيك ماسكارينيك؟ احنا قلنا فين هي الريسبتور موجوده فين، بعد البري جانجليونيك
at the end of the preganglionic ولا at the end of البوست ganglionic. هو بيقول لك ايه الريسبتور at sweat gland، يعني at الاورجان نفسه، يعني هي at the end of بوست ganglionic. البوست ganglionic قلنا عليها ايه؟ كولينرجيك ماسكارين. تمام. بوست السؤال الثاني، بوست ganglionic فايبر of the sympathetic nervous system secrete. احنا هنا في السمباثاتيك، البوست جانجليونيك فايبر في السمباثاتيك سكريت استايل كولين نور ادرينالين سيروتونين. هي بنسبه كبيره نور ادرينالين، بس في اكسبشن في السويت جلاند، سويت جلاند والسكلتال ماسل بلاد فيزلز قلنا هو بيفرز استايل كولين، فبالتالي الاجابه هتبقى بوث اي اند بي. كده نكون خلصنا المحاضره الحمد لله. يا رب يا رب تكونوا فهمتوا مني، واسفه لو في اي تقصير مني. ربنا يوفقكم يا رب. الصورة دي عشان نذكركم ان الدماغ ما هو الا عضلة، عضلة برضو زيها زي اي عضلة في الجسم. لما تروح الجيم وتعمل تمارين عشان تقوي عضلتك، فالتمارين بتاع المخ هي انك تحل وتذاكر وتحفظ وتجمع معلومات وتربطها في بعضها، ده كله شحن لدماغك وتنشيط ليها. بتوفيق سنة أولى، ربنا يوفقكم. كالعادة برضو أذكركم المرة التالتة، ما تنسوش تدعوا لإخوانكم في غزة، ربنا ينصرهم ربنا ينصرهم ربنا ينصرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.